مشاهدين الكرام، كل عام وانتم بخير وصحة وعافية وحب وتطور ونجاح وكل ما تتمنوه من خير في شهر الخير. أول أيام رمضان وأول حلقة من حلقات صحتك في رمضان، البرنامج الذي يهتم بكل المواضيع الطبية وبزيادة الوعي الصحي تماشيا مع رؤية المملكة 2030. في رمضان بتتغير العادات الغذائية، بنصوم في النهار ونفطر في الليل، وبعض الناس بتفرط في موضوع الفطور في الليل بشهية كبيرة، بجمع أكلات كثيرة، سكريات، عصائر وسكريات ما بنلاقيها إلا في رمضان. ولذلك وجب الاهتمام بالصحة في رمضان بشكل أكثر، لأن هذه العادات ممكن تضر بالجسم. اليوم مشاهدين الكرام حنتكلم عن آثار هذه العادات على القولون العصبي مع الدكتور ماجد الصحفي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. دكتور أهلا بيك في صحتك في رمضان. في بداية شكرا لك أستاذ أيمن، شكرا صحيفة المدينة، وشهر مبارك عليكم وعلى جميع المشاهدين وعلى أمتين الإسلامية والعربية. حابب أشكركم على طرح هذا الموضوع لأنه موضوع شائع، وخاصة في شهر رمضان مع اختلاف نوعيات الأكل قد تزيد الأعراض. الله يعطيك العافية، اللهم أمين. دكتور، بداية نبغى نتعرف عن القولون العصبي. طبعا عشان نعرف إحنا إيش هو القولون العصبي لازم نعرف مفهوم هو الاضطراب الوظيفي والمرض العضوي. الاضطراب الوظيفي هو عبارة عن اضطراب يؤدي إلى حدوث أعراض بينما ليس هناك أي خلل في تركيبة العضو، بينما المرض العضوي يكون هناك أعراض مع خلل في تركيبة أو العضو ممكن نشاهده في التحاليل أو الفحوصات أو المنظار. طبعاً القولون العصبي يؤدي إلى حدوث أعراض تكون في العادة على شكل تقلصات في البطن، قد يصاحبها إمساك أو إسهال، تغير في عادات الإخراج وغالباً انتفاخات وغازات، لكن إذا عملنا أي نوع من التحاليل أو الفحوصات لا نجد أي شيء فيه مشكلة، فهو عبارة عن اضطراب وظيفي وليس مرض عضوي. ليش بيحدث القولون العصبي دكتور؟ طبعاً ما نعرف بالضبط إيش السبب الرئيسي لحدوث هذا الاضطراب، لكن هناك عديد من الفرضيات. هذه الفرضيات قد تشير إلى حدوث خلل في حركة الجهاز الهضمي، قد تشير إلى زيادة تحسس في الجهاز الهضمي. القولون كمان دكتور في عوامل وراثية؟ طبعا العوامل الوراثية هي ليست بدرجة كبيرة في حدوث الإصابة، لكن هي عوامل من ضمن عوامل أخرى التي يعني مجتمعة ممكن تؤدي إلى حدوث الاضطراب العصبي. ممكن تحدث تضاعفات يا دكتور من هذه طبعًا الأمراض؟ طبعا سؤال جميل. طبعا هو القولون العصبي يؤدي حدوث أعراض، الأعراض هذه قد تؤثر على حياة الشخص، على علاقاته، على شغله، لكن في النهاية لا تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة. طيب دكتور، في رمضان تحديدا تصير لخبطة في العادات الغذائية، هذا بيأثر على القولون بشكل كبير دكتور؟ طبعا هو سؤال جميل. رمضان عندنا فترة الصيام وعندنا فترة الإفطار. طبعا القولون العصبي قد يتأثر بأكلات معينة، وعند بعض الناس يتأثر بالتوتر والضغوطات. طبعا إذا كان الشخص أعراضه ناتجة عن نوعيات معينة من الأكل، خلال فترة الصيام في العادة تكون القولون هادئ أو الأعراض مختفية بشكل كامل. الأشخاص اللي عندهم الأعراض ناتجة عن التوتر قد تهدى خلال بداية فترة الصيام، لكن مع انقضاء فترات النهار خاصة قبيل ساعات الإفطار، خاصة مع الزحام في الشوارع والأشياء هذه، ممكن يزيد عندهم التوتر فيؤثر على حدوث اضطرابات القولون. إيش ممكن يعملوا دول دكتور تحديدا الأشخاص اللي ما يقدروا يتمالكوا أعصابهم؟ طبعا هو سؤال جميل. يعني من السهل نتكلم كيف الشخص ممكن يسيطر على أعراضه، لكن في الحقيقة ليس من السهولة عند جميع الناس، لكن قد تكون هناك أشياء توتر الشخص، أشياء معينة يقدر يبتعد عنها فيتفاداها. طبعا شهر رمضان هو شهر روحاني، احنا كمسلمين الأكثر من قراءة القرآن قد تزيد الطمأنينة في النفس ويتقل من التوتر، وكذلك الابتعاد كما قلت عن كل الأشياء اللي ممكن توتر الشخص قدر الإمكان. دكتور كيف ممكن نشخص القولون العصبي؟ طبعا أنا كسير جهاز هضمي الأعراض الموجودة لدي أعراض محدودة، لكن لدي مئات الاضطرابات سواء عضوية أو وظيفية. فتشخيص القولون العصبي في حد ذاته هو تشخيص إكلينيكي يعتمد على الأعراض الموجودة عند الشخص. أحيانا هناك بعض الأعراض تشير إلى مشاكل أخرى فنضطر لعمل فحوصات إضافية، بس التشخيص بشكل أساسي هو تشخيص إكلينيكي، بمعنى لا يظهر أي مشكلة في التحاليل أو الفحوصات أو المنظار أو حتى العينات عند مصابين بالقولون العصبي.
دكتور يقال انه في بكتيريا نافعه تنفع لامراض القولون. بمناسبه يقال حنتكلم كمان عن الشائعات ونشوف ايش الصحيح ونضحط الخاطئ منها، لكن هل فعلا البكتيريا في بكتيريا نافعه لامراض القولون؟ طبعا سؤال يتكرر كثير في العياده. البكتيريا النافعه عباره عن مخلوقات حيه يعتقد انه اذا اخذها الشخص قد تؤدي الى حدوث منفعه. طبعا الدراسات اللي عندنا الموجوده متفاوته بشكل كبير، لكن لو باختصر الموضوع نقدر نقول انه البكتيريا النافعه ممكن تؤدي الى نتائج ايجابيه عند بعض الناس وليس كلهم، لكن الدراسات لا تشير الى اي امكانيه حدوث مضاعفات. فهي من الاشياء اللي ممكن نرجع لها في عده اشياء نسويها مع مصابين بالقولون العصبي وقد تؤدي الى نتائج ايجابيه. دكتور، تكثر الشائعات في موضوع القولون تحديدا، دكتور ايش ابرز الشائعات الموجوده الخاطئه في اعتقادك؟ طبعا من اكثر الشائعات اللي نوجهها في العياده هو انه القولون العصبي هو مرض لازم يظهر في التحاليل والفحوصات كما ذكرنا. فهذا اعتقاد سائد عند البعض، بينما الصحيح هو ان القولون العصبي لا في حالته لا يظهر اي نتائج ايجابيه في الفحوصات او حتى في المنظر او حتى في العينات. الشائعات اخرى اللي تتكرر هي الدعوه الى تنظيف القولون. طبعا تنظيف القولون ليس هناك اي مستندات علميه تثبت انه في حدوث اي فائده للشخص عندما يعمل تنظيف القولون. ايش نقصد تنظيف القولون؟ تنظيف القولون الشخص ياخذ محاليل بكميه كبيره تؤدي حدوث اسهال شديد. طبعا هذه احنا كاطباء نعملها في حالات محدده عند عمل مضاد القولون، لكن ليس لها اي دراسات علميه تشير الى اي فائده للناس اللي هم عندهم اضطراب قولون عصبي. بل على العكس، ممكن المحاليل اللي اخذت بكميه كبيره تؤدي الى مشاكل يعني خطيره. طبعا الشيء الثاني انه الشخص قد ياتي العياده ويقول لك انا اشتكي من نوبات هلع، من صداع، من تنميل، من خمول، ويعتقد انه واحد يقول له والله المشكله كلها قولون عصبي. طبعا القولون العصبي او القولون، هو القولون عباره عن عمالة غليظه وهو جزء من الجهاز الهضمي يتاثر بما يتاثر في الجسم بشكل عام. فاذا الشخص عنده مستوى القلق عنده عالي جدا، هذا قد يؤثر على القولون كجزء من الجسم فتظهر اعراض القولون، وليس انه القولون هو يؤدي نوبات الهلع او الصداع او الخمول ونحوها. طبعا الشخص لما تجي اعراض في بطنه اكيد مزاجه بيتعكر، لكن لا يصل لدرجه انه هو نوبات هلع شديده نتيجه اضطرابات القولون. دكتور، نصيحة أخيرة توجهها للمشاهدين للسيطرة على أجسامهم وأيضا لبدء العادات الغذائية الصحية في رمضان. طبعا في شهر رمضان يكون الشخص صايم لمدة 14 ساعة ونحوه، وبعد كده أول ما يبدأ الإفطار يبدأ المعدة والقولون يستقبل أنواع من الأكل مختلفة وكميات كبيرة عند البعض. طبعا هننصح بشكل كبير بتنظيم الأكل من ناحية النوع ومن ناحية الكمية. طبعا ننصح عند الإفطار بعد الأذان الشخص يتبع سنة نبوية على صاحبها تم صلاة التسليم عن طريق شرب الموية وحبات من التمر، ممكن شربة بعد كده، ممكن يؤدي صلاة المغرب بعد كده، ممكن يبدأ في الأكل، يتجنب اكثر من نوعيات مختلفه اللي نشاهده احنا في رمضان مع كثره انواع الاكل الموجوده على السفره الرمضانيه. ننصح بشرب الماء بكميه كبيره لتعويض فتره الصيام. طبعا شرب الماء خاصه لدى المصابين بالقولون العصبي نوع امساك مهم جدا. يعطيك العافيه دكتور ماجد الصحفي استشاري الجهاز الهضمي والكبد في كليه الطب بجامعه الملك عبد العزيز بجده. شكرا لك دكتور. شكرا لكم، شكرا لكم لتاحه الفرصه، وشهر مبارك على الجميع. علينا وعليك. والشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعه، ونصيحه الدكتور لكم نظموا اكلكم، نظموا اوقاتكم في رمضان، تسعدوا بصحه هانئه. كنت معكم انا ايمن خضر، وكان هذا برنامجكم صحتك في رمضان. الى اللقاء.